التربية والتعليم بالجيزة، وبرحب طبعا بمؤسسة أولادها سنتها وبالدكتورة غادة عبد الرحيم. علي ألف تحية لحضرتك. كان متعبني ويشرفني أن أرحب بقام علمية كبيرة في مصر، تعلمنا على يديها الكثير ونحن تلامذة لها، الأستاذة الدكتورة العظيمة الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، والآن سيادتها بكل ما لديها من علم ومعرفة وحب للوطن هي عمود أساسي من أعمدة المعهد القومي للأوراق. فأهلا وسهلا بسيادتك ومجهودك معنا، وحتى لا أنسى أسماء فجميع الحضور أهلا وسهلا بك. اليوم لدينا مؤسسة مدنية فعالة يقوم عليها من قيادتها لآخر فرد فيها مجموعة من شباب مصريين، شباب رائعين، شباب فعالين، مجموعة من الشباب التي لديهم أفكار وإبداعات، وأهم من كل ذلك لديهم حب حقيقي للوطن. حقيقة الدكتورة غادة عبد الرحيم علي والمجموعة اللي معاها من الشباب فخر لمصر، فخر لكل مؤسسة حكومية إن هي تتعامل معاهم وتفتح لهم ذراعهم، وهو ده اللي مصر محتاجاه دلوقتي. مصر محتاجة مؤسسات المجتمع المدني الشريفة التي لا تهوى ولا تسعى للربح، ولكن تسعى لتنمية الوطن. وأنا بحيي من أطلق هذا الاسم على هذه المؤسسة الرائعة، لأن فعلا أولاد مصر هم سندها فعلا.